بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله تعالى موضوع اليوم إن شاء الله هنركب مع بعضنا اللي هو عطر لابدوس. عطر لابدوس ده من العطور يعني الكلاسيكية اللي هي الفاخرة، يعني ده منذ يعني قديم شوية، بس ده عطر فاخر وبيمشي رجالي وبيمشي حريمي اللي هو عطر لابدوس. العطر لابدوس دوت احنا ان شاء الله بإذن الله تعالى هنشتغل النهاردة في على إزازة حجمها 50 ملي. هنشتغل على إزازة حجمها 50 ملي. طيب هنعمل تركيزها كام؟ هنعمل تركيزها 30%، تركيزها 30%. يبقى الأول لابد إن احنا نعرف نحسب كمية الزيت العطري ونحسب كمية كحول الإسال اللي هنحطه في الإزازة دي على أساس تطلع لنا عطر لابدوس اللي هو تركيز 30%. من كلمة 30% زي ما اتفقنا قبل كده في يعني سلسلة اللي أنا أعملها لحضراتكم في الفيديوهات اللي قبل كده، التركيزات وازاي تحسب تركيز كل زيت عطر حضرتك عايزه وتحسب كميه كحول السائل في اي حجم انت حضرتك عايزه. فبتيجي تقول طيب 30% يعني ايه؟ هقول 30 واطرحها من علامه في الميه اللي جنبيها يعني 70، يعني هاخد 30 زيت عطري وهضيف عليهم 70 من الكحول السائل حجم على 2، بقلب على 2 هيديني 100 ملي من الزيت العطري، من العطر تركيزه 30%، من 100 ملي من العطر تركيزه 30%. على بركة الله هنبدأ نشتغل. طيب احنا قلنا 30 زائد 70 بيديني 100، ان الازازة اللي عندي دي ازازة كام؟ ازازة حجمها 50. امال ال 50 هتاخد كام؟ ايوه، اقول كمية الزيت العطري بتساوي 30 واضرب 30 في 50 على 100 يطلع لي 15 ملي من الزيت العطري اللي هو لابدوس. طيب هنبدا نجيب العطر اللي عندي لابدوس اهو حضراتكم، هنبدا ناخد 15 ملي. احنا قلنا بتاخدها بمخبار مدرج، بتاخدها بسرنجه، اللي حضرتك عايزه ممكن هتشتغل عليه عادي، مش في اي مشكله نهائي. فاحنا هناخد 15، السرنجه دي حجمها كله 20 ملي، حجمها كله 20 ملي، فهسحب هنا 15 ملي من اللي هو الزيت العطري اللي هو لابدوس اهو، بسحب معايا اهو. طبعا دي بتبقى تقيله شويه عشان احنا عاملينها من جوه مغلفينها بالبلاستيك وبالسلوتيب على اساس ان هي تدينا يعني تكون ماسكه الجلده اللي جوه ما تنزلش، وانا عامل فيديو ازاي حضرتك تجهزها بحيث ان ما تفلتش. ده كده ال 15 ملي من الزيت العطري، دوت ال 15 ملي من الزيت العطري. بحطهم هنا اهو في الازازة اللي عندي. حطيت هنا في الازازة اللي عندي اهم دولت 15 ملي من الزيت العطري اللي هو لابدوس. بعد كده هضيف حوالي سنت ونص او ملي ونص من الماء المقطر، وبعدين يعني حوالي 20 30 نقطة، مش هتفرق يعني العملية مش كيمياء، يعني هنبدأ نحط حوالي 30 نقطة من اللي هو الماء الايه المقطر، الماء المقطر. طبعا الناس اللي بتشتغل في العطور بتبقى شايفة وعارفة الكمية دي بالتقريب على طول، بيحطها مباشرة مش فيها مشكلة. بعد ما حطينا الماء المقطر، واحد يقول طب حضرتك بتحط الماء المقطر ليه؟ احيانا يا جماعة الكحول بيكون مثلا ريحته نفاذه، على حسب الشركات اللي طالع منه يكون الريحه ظاهره وممكن تظهر في العطر اللي عندي، فانا بضطر ان احنا نضيف من قطرات من الماء المقطر على اساس ان الماء المقطر ده بيكسر من حده رائحه الكحول، يعني بنتخلص من رائحه الكحول النفاذه اللي موجوده في العطر اللي عندي، لان ممكن تروح يعني السنه هتروح بعد فتره، بس احنا يعني ده بيساعد على ان هي يتخلص منها بسرعه. بعد كده بنضيف ايه يا جماعه؟ بنضيف عندي حوالي
مل ونص، يعني سنتيمتر ونص مكعب من الايه؟ من الجليسرين اهو، من الجليسرين، من الجليسرين. طبعا طب العمليه دي برضو بيبقى الراجل حاسبها او اللي بيشتغل في العطور حاسبها، يعني حوالي 30 نقطه من اللي هو الجليسرين اهو، حطينا 30 نقطه من الجليسرين اهو يا جماعه. بعد كده بعد ما حطينا الزيت العطري اللي هو 15 مللي، حطينا الملي ونص من الماء المقطر، حطينا الملي ونص من الجليسرين، بعد كده بنجيب الغراب الكحول، يعني الازازه اللي هي فيها الكحول، تكون ازازه بلاستيك بس ان حضرتك تضغط عليها بيبدا الكحول اللسان ينزل من الفتحه اللي قدام دي. في اشكالها موجوده في السوق كتير، وفي منها موجود بخراطيم بتحط الكرتون اللي هو البلاستيك الرفيع في الازازه وتبدا تضغط عليها بتعبي لك الازازه زي ما حضرتك عايز، يعني في اشكالها متعدده ودي موجوده عند محلات العطور بالجمله. يبقى هنضيف كام؟ هنضيف هنا احنا قلنا يعني في حدود هنا 15، احنا نقول 15 بنضيف حوالي 35 مللي من الكحول بما فيهم الماء المقطر وبما فيهم برضو الجليسرين. بنضيف اهو الكحول اللي عندي اهو يا جماعه، بنضيفه الكحول، نضيف الكحول اللي عندي، كمل الازازه. قبل ما تيجي النهايه يا جماعه بروح ايه اسيب شويه كده فرق عشان تدي فرصه لرج الايه الازازه اللي عندي، وبصبعي كده بقى ابدا ايه ارج الازازه، اقفل الازازه من قدام كده من الفتحه بتاعتها العليا وابدا ارج الازازه كويس على اساس يحصل فيه تجانس لكل مكونات الزيت العطري اللي عندي، وببدا اكمل الايه؟ ببدا اكمل الازازه اللي عندي بكحول الاسايل، كمل الازازه بكحول الايه؟ الاسايل اهو اهو كده كملنا الازازه بكحول الاسايل. وبنبدا نحط الاتومايزر بتاع الازازه اللي عندي او اللي هو الرشاش اللي عندي والبخاخ اللي عندي يعني، وبعدين بنبدا نستعملها الازازه عندي، نبدا نستعملها في الرش على طول. دي كان الازازه دي ازازه اللي هي قلنا عليها لابدوس، ودي تنفع رجالي وتنفع حريمي. ده كان موضوع النهارده، لعل وعسى يكون في افاده لحضراتكم، يعني ده موضوع النهارده، ويعني حضراتكم ما تنسوناش باللايك والمتابعه في القناه، واكون سعيد بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.